إن قيامة السيد المسيح تحمل لنا في هذا العام رسالة رجاء. بولس الرسول يكتب ويقول: أين شوكتك يا موت؟ وأين غلبتك يا هاوية؟ عندما كانت سياسة الظلم تسود في عالم السيد المسيح، قام البعض بمحاولة قتل الرب يسوع المسيح من أجل إسكات صوت الحق، فكانت القيامة التي بددت صوت الباطل ونصرت الحق. رسالتنا لأبنائنا السوريين في الوطن وفي المهجر: قيامة السيد المسيح هي رسالة لنا بأن الباطل لن ينتصر، وبأن القيامة آتية حتما. إن السنين العجاف التي مررنا بها في بحر العقد الماضي لابد أن يكون لها نهاية، ولابد أن ينتصر الحق عندما يبدو الظلم هو في واقع السيطرة. قد تتغير المسميات اليوم، ولكن القصة نفسها بعد 2000 عام ونيف. ما زالت هناك قوى تمثل إبليس في هذا العالم، وما زالت هناك قوى تقاوم كما قاوم السيد المسيح. وعندما طعن السيد المسيح، وعندما كلل بإكليل الشوك، وعندما سمر بالمسامير، ظن البعض أنه انتصر. لكن قيامة السيد المسيح أكدت بأن الانتصار هو للحق، والله لن يقف إلا إلى جانب الحق. بمناسبة عيد القيامة اليوم نرفع الصلاة إلى الله لكي يقف ويساند ويعضدنا في مسيرة أمواج هذه الحياة التي تضرب سفينتنا من كل جانب. وكما هدأ الرب يسوع المسيح العواصف، هكذا ستهدأ العواصف في سوريا، وهكذا سنستطيع أن ننعم بالسلام والأمان، ويعود الفرح إلى قلوبنا